حيث ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الزامل للاستثمار الصناعي المدرجة في السوق السعودي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5% لتصل إلى ما يقارب 66 مليون ريال سعودي، لتبلغ ربحية السهم الريال والعشر هلالات. هذا وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح إلى تحسن هوامش الربحية في قطاع الحديد وانخفاض تكاليف التمويل. أما بالنسبة لأداء السهم فاليوم على ارتفاعات قوية مع هذه النتائج التي أيضا كانت إيجابية للزامل الصناعية أو الصناعة بأكثر من 4.25 النقطة المئوية. وللمزيد طبعا ينضم إلينا السيد عبد الله محمد وهو الرئيس التنفيذي للزامل للصناعة. السيد عبد الله هل تسمعني؟ نعم أسمعك. مرحبا بك سيد عبد الله، ودعنا نبدأ من نتائج هذه الشركة الإيجابية اليوم، حيث شهدنا ارتفاع للأرباح وأيضا كانت الأرباح ربما فاقت توقعات بعض المحللين، وطبعا هذا شهدناه التفاعل الإيجابي مع السهم اليوم، ولكن بداية يعني ما هي الأسباب الرئيسية في الارتفاع الأرباح الذي شهدناه طبعا في الربع الأول من هذا العام؟ نعم مساء الخير، كما تفضلت في أول لقاء كان هناك زيادة في الربح في قطاع الحديد بالذات المباني الحديدية، وأيضا تكاليف التمويل كانت أقل تقريبا 3 مليون ريال عن العام الماضي. وقطاع الحديد كما تعلم عندنا مصانع في فيتنام والهند ومصر ورأس الخيمة بالإضافة إلى السعودية، حقيقة يعني كل المواقع الجغرافية عندنا في كل مناطق هذه تحسن أدائها في الربع الأول من السنة هذه. نعم سيد عبد الله، يعني الآن شركة حققت ارتفاعات، بعض الشركات الأخرى في قطاع التشييد والبناء كانت يعني سجلت تراجعات في أرباح النتائج الربعية، يعني هل من مشاريع الشركات تقوم بدراستها لافتتاح مشاريع مستقبلية مثلا، تحسينات داخلية مثلا في منتجات الشركة؟ يعني كما تفضلت الزامل الصناعة المنتجات فيها تنوع كبير في قطاع الإنشاء والتعمير، فبالتالي يكون في نوع من الاستقرار في تغطية شريحة كبيرة من السوق. أيضا الشق الآخر تواجدنا الجغرافي في كذا منطقة في العالم أيضا يعطي نوع من الاستقرار في الربحية والمبيعات في مناطق مختلفة. لا تنسي في الثلاث سنوات الماضية كان في تأثر نوعا ما في قطاع الحديد، السنة هذه والعام الماضي شفنا تحسن في الأداء في قطاع الحديد. الشق الآخر أيضا العام الماضي الحكومة السعودية أعلنت بعض المواصفات الصارمة بما يتعلق في استهلاك الكهرباء في قطاع التكييف، هذا عمل نوع من الربكة في السوق إضافة إلى موضوع العمالة والسعودة وغيرها. فحقيقة يعني 2013 ودخلنا في 2014 كان هناك كثير من يعني عدم الاستقرار في كذا شق بما يتعلق في أعمالنا، لكن بفضل الله تعالى يعني قدرنا أنه نتخطى التحدي هذا ومقبلين ان شاء الله على سنه ايجابيه بفضل الله في السنه في 2014. نعم سيد عبد الله، يعني المكيفات هي من ضمن الصناعات لشركه الزامل، هل هناك من مواصفات معينه لاقتصاد استهلاك الكهرباء مثلا؟ نعم قبل سنه تقريبا الحكومه السعوديه اقرت مواصفات جديده لتقليل استهلاك الطاقه في جميع انواع المكيفات. بدا التطبيق في شهر 9 على المصنعين المحليين وفي شهر 1 من 2014 على المستورد. راح يكون في توفير لكل مكيف ينباع في 2014 بين 15% و25% في استهلاك الكهرباء، فبالتالي يتطلب مواصفات مختلفة، يتطلب طرق تصنيع مختلفة، فاضطرت المصانع المحلية أنها تغير بعض خطوط الإنتاج، تغير بعض المواصفات، هذا يتطلب بعض التكاليف الإضافية الرأسمالية، ولكن حقيقة في المدى المتوسط والمدى البعيد راح يرجع المنفعة على الاقتصاد السعودي بشكل كبير، لا تزال المكيفات تستهلك تقريبا 70% من استهلاك الطاقة المنزلية. ولكن سيد عبد الله عفوا، يعني هل هذا سيؤثر على هوامش الربحية؟ يعني طبعا كنا قد شهدنا تحسن في هوامش الربحية خلال الربع الأول، هل مع تطبيق ربما المواصفات الجديدة قد تتأثر الشركة في هوامش الربحية؟
يعني على المدى القصير راح نضطر كصناعة محلية أن نغير بعض المواصفات. لكن لا تنسى أيضا أنه راح يحد من استيراد المكيفات التي لا تطابق المواصفات أو ما تسمى بالرديئة. فهذا أنا أعتقد بحد ذاته راح يخلق نوع من تنظيف للأجهزة الكهربائية التي لا تطابق المواصفات. فيعني هل راح يكون هناك تأثير مباشر على هامش الربح؟ ما أعتقد، أنا أعتقد راح يكون إيجابي. نعم. للمصانع المحلية. نعم. سؤالي لك أخيرا سيد عبد الله، هل تعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة توزيع أرباح على المساهمين؟ والله احنا أعلننا النصف الثاني من 2013 رفعنا توزيع الأرباح من 75 هللة في النصف إلى ريال. وفي ال 15 سنة الماضية زامل الصناعة توزع أرباح بشكل سنوي. نعم، أشكرك سيد عبد الله الزامل الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاستثمار الصناعي، شكرا.